المستمع ميم باء من الجمهورية التونسية بعد يسأل ويقول: هل يجوز صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في دولة إسلامية أخرى قبل الرؤية في دولتنا؟ تصوم مع دولتك، إذا كانت دولة تصوم تصوم مع دولتك، أما إذا كانت دولة لا تصوم تصوم إذا ثبت الهلال عند أي دولة من الدول الإسلامية بالرؤية، إذا ثبت بالرؤية على أنه بالرؤية تصوم معهم، أما إذا كانت دولة تصوم صم معها وأفطر معها والحمد لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، لأن الاختلاف قد يفضي إلى شر بينك وبين جماعتك. جزاكم الله خيرا.